شري، شري، انت شو جابك لهون؟ انا كنت احكي جنفي، كنت جاي لقلك شي مهم، وانا كمان في شي بدي خبرك اياه. بس انت ليش هيك مبلول؟ وين شمسيتك؟ اكيد نسيانة، ما بصير، لازم دائما تحملها لما تمطر الدنيا. بصراحة لبعد ما طلعت لانتبهت انها عم تمطر، ومثل العادة كنت نسيان الشمسية. مو مشكلة. شو عم تعمل هون؟ لقدام موقف الباص. انا جيت انطر الباص. والله الباصات هالايام صايرة عم تتأخر كتير. اذا عم تتأخر هالشي كتير منيح. ما فهمت. انا بقصد خلص ولا شي. شو ما قلتي لي شو اللي مخليكي تتأخري اليوم كل هالقد؟ قصة طويلة كتير. من شوي قلتي لي في شي بدك تخبريني اياه، ما هيك؟ وانت كمان كان بدك تقلي شي، قلي. لا السيدات اولا، قلي لي. لا اشري، لو سمحت احكي، قول. طيب ماشي. جنفي، بدي اقول لك اني رح اتزوج، واخيرا لقيت شريكة حياتي. شبك؟ شو صار لك؟ عم امزح معك؟ ما في مزح بهيك شغلات شري، لو سمحت لا بقى تمزح بهيك مواضيع. طيب حاضر، ما بقى امزح. يلا احكي لي شو كنتي بدك تقولي لي على السريع. انا بطلت اتزوج. شو؟ مو معقول. هذا احلى خبر بسمعه بكل حياتي بصراحه. يعني انا عن جد انبسطت كثير من شانك جنفي. يا ريت ما تكوني عم تمزحي. عن جد انا لغيت موضوع زواجي بصراحه، اكتشفت انه معكم حق. بتعرفي شي محل بوظة يكون قريب من هون؟ ايه في، باخر هذا الشارع. ليش؟ بصراحة لازم حليكي على هالأخبار الحلوة اللي قلتيها. أنا متأخرة وصار لازم روح على الشغل. جنفي كرمالي، عن جد تأخرت كتير، خليها لغير مرة. من شاني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.